بسم الله الرحمن الرحيم. قال عليه الصلاة والسلام، والحديث رواه ابن حجر العسقلاني بسند صحيح، وابن أدي في الكامل، والطبراني بسند حسن: المتمسك بسنتي عند فساد أمتي له أجر 100 شهيد. وفي رواية 100 شهيد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أنا هقول لحضرتكم برنامج، لو أنتم مشيتوا عليه بإذن الله بنسبة 99% أضمن لكم أن يكون لك أجر 100 شهيد في الفردوس الأعلى مع النبي. والضمن هو الله سبحانه وتعالى. اول شيء تتاكد انك بتاكل من الحلال، دي اهم حاجه. تاني حاجه، صلاه الفجر لازم في الجامع، لان صلاه الفجر في الجامع زي ما قلت لكم قبل كده ثوابها الاف المليارات من الاميال في الجنه، يعني يزيد ميراثك في الجنه في الاف المليارات في الجنه. وبينت لكم الدليل انها افضل من قيام الليل كله لاول لاخره. ورسول قال انها ان قيام قراءه 1000 ايه بس تاخد 1200 قنطار، والقنطار قد الدنيا كلها، يعني 1200 مره قد الدنيا كلها. لا ده اللي بقى صلاه الفجر افضل من انك تقف على رجليك طول الليل، يعني افضل من كده بكتير. طبعا صلاه الفجر في الجامعه دي اهم شيء عشان تكون يكون لك الاجر ده 100 شهيد. الحاجه الثانيه اللي بعد كده التبكير لصلاه الجمعه. يعني التبكير؟ الرسول قال في الحديث: من غسل واغتسل وبكر وابتكر ودهن من طيب اهله ومشى ولم يركب ودنا من الامام وانصت، يعني قعد في الصف الاول، كان له كل خطوة يخطوها أجر قيام سنة وصيامها. لو مشيت لأبعد جامع، بس يعني بس لازم تروح في الساعة الأولى. يعني إيه الساعة الأولى؟ يعني بعد يعني تصلي الفجر وتروح رايح الجامع. طب الجوامع مقفولة، اقعد في بيتك اذكر ربنا سبحانه وتعالى، وانزل الساعة 9 تكون واقف على باب الجامع. أنا شخصيا بصلي الفجر وأروح أقعد بحط كرسي وأقعد جنب الجامع لغاية ما الجامع بيفتح، وبيكون في ناس قاعدة رجالا وفي رجال ونساء. في واحدة بتيجي وراجل كبير في السن بيجي، وبيقعدوا 3 ساعات مستنيين الجامع يفتح. يعني تكون في الستين دقيقة الأولانيين بعد شروق الشمس، يعني الشمس بتشرق الساعة 5، قبل الساعة 6 تكون في الجامع. مش قادر تعمل كده، اقعد في بيتك اذكر ربنا سبحانه وتعالى، وانزل الساعة 9 واقف على باب الجامع لغاية ما الجامع يفتح وتخش وتقعد في الصف الأول. لو الجامع بعيد ولازم تمشي تصلي لأبعد جامع، بتمشي 1000 خطوة رايح 1000 خطوة جاي، ب 2000 سنة صيام وكام؟ كأنك عشت 2000 سنة، صمت الليل وقمت النهار. يبقى اضرب الكلام ده، فيبقى في الشهر 8000 سنة، في السنة 80,000، 10 سنين هتقابل ربنا سبحانه وتعالى معاك مليون سنة عبادة قيام وصيام. الحاجة الثالثة صلاة التسابيح يوم الجمعة. صلي التسابيح يوم الجمعة لأنها أفضل، ثوابها يعدل مليون حجة مليون غزوة في سبيل الله. ليه؟ الإمام الدارمي روى عن أنس بن مالك: ليس من أعياد أمتي عيد أفضل من يوم الجمعة، وتسبيحة يوم في يوم الجمعة أفضل من 1000 تسبيحة، وركعتان أفضل من 1000 ركعة. أي عمل صالح بتعمله يوم الجمعة بيتضاعف أكثر من 1000 ضعف. لذلك الخطوة، ولو انت بكرت يوم الجمعه بتبقى بقيام سنه وصيامها، مش بواحده بتنزل بترفع درجه والتانيه تحط خطيئه، لا. يبقى تصلي صلاه التسبيح يوم الجمعه، هتكون من الزاكين الله كثيرا، والزكاه تخش الجنه بلا حساب، وهتاخد ثواب مليون غزو، مليون حجه مليون غزو. صلاه الضحى تتصلى 4 ركعات على الاقل، ولو صليت 12 يكون افضل. تكتب في كل يوم، تكتب عند الله من القانتين والتائبين والعابدين والاوابين، كما جاء حديث ابي الدرداء. الصيام مهم جدا، تصوم الاثنين والخميس والثلاثة البيض. ليه؟ الاعمال بترفع يوم الاثنين والخميس، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: احب يرفع عملي الى الله وانا صائم. وبالتالي الحسنه بدل ما تتضاعف ب10 تتضاعف ب1000 ومليون. وفي ناس الحسنه تتضاعف لهم بمليون، مش بقى ب10 بس، الصوامين. لذلك الرسول يحب ان يرفع عملي الى الله. اذا الصيام بيضمن لك ان الحسنه ان المضاعف الثواب مش بيبقى ب10، يبقى مليون او 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 100,000 حسب اخلاصك. الحاجه اللي بعد كده اللي تعملها سوره الاخلاص، مهمه جدا. تقرا سوره الاخلاص كل يوم 500 مره 700 مره 1000 مره. والله في ناس بتقرا ليه؟ لو قريتها على طهاره على وضوء بعد ما تقرا الفاتحه لك بكل واحده قصر، ربما عده قصور، وبكل 3 مرات ختمه كامله للقران. يبقى انت لو قريتها 500 مره كانت ختمت القران 160 مره او 170 مره كل يوم، ويتبنى لك مئات القصور او الاف القصور كل يوم، ولها مناقب لا تحصى، ما اقدرش اتكلم عليها دلوقتي لي. لكن من الاعمال اللي ترفع درجتك جدا، وان شاء الله هتوصلك لهذا السؤال. الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، التابعين والصحابه كانوا بيصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم كلهم 1000 مره. فجاء في الحديث، حديث حسن، ان يقول لك بكل صلاه على النبي صلى الله عليه وسلم قيراط. القيراط معناها قد جبل احد حسنات. فلو صليت 1000 مره تاخد 1000 جبل زي جبل احد اللي هو وزنه 45 مليار طن. فالصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم مهمه جدا. السواك مهم جدا جدا،
يضاعف الحسنات 70 ضعف ويضاعف ثواب الصلاه 70 ضعف. روى بعض العلماء بسند حسن وصحيح: صلاه بسواك افضل من 70 صلاه بلا سواك، وركعتان بسواك خير من 75 ركعه بلا سواك. وضاعف الحسنات 70 ضعف كمان. فاذا السواك مهم جدا. الرسول صلى الله عليه وسلم مات وسواك في ايده. في اربع اذكار مهمين جدا تقولهم: سبحان الله وبحمده 100 مره الصبح و100 مره بالليل، لا حول ولا قوه لا حول ولا قوه الا بالله. لو قدرت تقولها كل يوم 1000 مره قولها، او حتى 500 مره او 700 مره، بتدفع 70 باب من البلاء وشفاء من 99 داء. لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وبيده الخير وعلى كل شيء قدير. تقول على الاقل 200 مره، وتكسر منها بعد صلاه العشاء، لان الراوي عن مجاهد ان الواحده منها بس اللي بيقول الذكر ده بعد العشاء كانه قام الليل الى الصباح. يبقى لو قلته 100 مره، خصوصا يوم الجمعه، الناس قايلين يوم الجمعه افضل من اي عمل صالح بيتضاعف اكثر من 1000 ضعف. لا، ليس من اعياد امتي عيد افضل من يوم الجمعه، وركعتان في يوم الجمعه افضل من 1000 ركعه، وتسبيح افضل من 1000 تسبيح. يبقى انت لو قلت الذكر ده ليله الجمعه، يبقى هتحصل الاف او مئات الالوف من قيام 100,000 ليله، 50,000 ليله بالثواب العظيم. الاكثار من صدقه السر، صدقه السر، الصدقه في السر خصوصا، يعني تكسب من الصدقات، ما حدش يطلع عليك وانت بتتصدق. والذكر اللي هو بيعدل، اللي هو افضل من ذكرك الله الليل مع النهار والنهار مع الليل، ده ثواب عظيم جدا. اكتبه، انا كنت قلته قبل كده في درس، مش هقدر اقوله برضه عشان ما اطولش عليكم. ده لو قلته مره واحده افضل من انك تذكر ربنا 24 ساعه متصل. لو عملت الحاجات دي ان شاء الله تكون في يكون لك اجر 100 شهيد، او 100 شهيد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الدرجة الاعلى من الجنه. اقول قولي هذا، استغفر الله.